وبالتالي لما يقال أنه هكذا مقصود هذا من يدعو الموتى أو من يدعو الأموات، أنه مقصوده أن يدعو له الأموات، يدعو هؤلاء الأموات أن يدعو الله له بهذا الأمر، هذا محتمل. هذا يعني هذا كما رأينا أنه أخواني وأحيي الموتى بإذن الله، قيل أنه هو إيش كان يدعو الله فيحيي الله الموتى. طبعا هذا كله إذا صح، أنه وكان حينما يحيي الموتى يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن في قضية صح أو لم يصح، لكن في عنا قضية الخلق، هذه ما يحتمل فيها دعاء، لأنه ماذا يقول هنا؟ وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أخلق طير، أخلق لكم من الطين، يكون لهم من الطين شيء مثل الطير، شكله مثل الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أين هنا الدعاء في الموضوع؟ هناك أحيي الموتى يحتمل أنه فيه دعاء في الموضوع، أما هنا لا يحتمل، لأنه ولم يقل وأني أخلق لكم الطير وانتهى الموضوع. كان ممكن يقال أنه هنا يدعو الله بأن يخلق الطير فيخلق، لكن هنا يشرح لهم كيفية الخلق، أنه يأتي بالطين يصوره يكونه على أنه هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا ورد في بعض الأخبار أنهم طلبوا منه طلب أن يخلق لهم فاستجاب له. يعني هذا مثلا هنا أمامي تفسير القرطبي نفسه، أني أخلق لكم أصور وأقدر لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، أي في الواحد منه أو منها أو في الطين فيكون طائرا وطائر فيكون طائرا. قال وهب: كان يطير ما دام الناس، يعني هذا الطائر الذي يحييه، ما دام الناس ينظرون إليه، فإذا غاب عن عيون سقط ميتا، ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى. وقيل لم يخلق غير الخفاش، وقيل لم يخلق غير الخفاش، يعني فقط خلق لهم الخفاش. قال لماذا؟ لأنه أكمل الطير خلقا ليكون أبلغ في القدرة، لأن لها ثديا وأسنانا وأذنا وهي تحيض وتطهر وتلد. يعني هو خلق لهم هذا الطير العجيب خاصة لتتمكن المعجزة في قلوبهم. ثم هنا يقول، ثم يتابع هنا فيقول: ويقال إنهم طلبوا خلق خفاش، هم طلبوا يعني في بعض التفاسير والأقوال، لأنه أعجب من سائر الخلق، ومن عجائب أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور، فيكون له ضرع فيخرج منه اللبن ويبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل، وإنما يرى في ساعتين بعد الغروب وبعد الطلوع قبل أن يسفر جدا، ويضحك كما يضحك الإنسان ويحيض كما تحيض المرأة. ويقال إن سؤالهم كان له على وجه التعنت، فقالوا: اخلق لنا خفاشا واجعل فيه روحا إن كنت صادقا في مقالتك. فأخذ طينا وجعل منه خفاشا ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين الأرض، بين السماء والأرض. فإذا طلبوا منه ذلك، أنه اخلق لنا، لم يقلوا هذا لا يقدر عليه إلا الله، وذا الشرك في الربوبية في الألوهية وفي الربوبية وإلى آخره، بل استجاب له كما هنا. وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله عز وجل، كما أن النفخ في مريم من جبريل والخلق من الله. وهذا هو رب الموضوع، هذا هو جوهر الموضوع، أنه هو سيدنا عيسى فعل شكل طير، نفخ في فمه، إذا من يستطيعه أيا كان فعله هكذا ونفخ فيه. لكن الفعل من الخلق؟ من الله سبحانه وتعالى. الفعل من الله سبحانه وتعالى. إذن فتقول لي: ما هو إذا فعل شيء يستطيع يفعله كل الناس، وبالتالي ليس شركا. لكن هو قال أنا أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه يكون طيرا بإذن الله، يعني ادعى الخلق، لكن هو نسبه إلى الله، ادعى شكل الخلق،
لكن الفعل الحقيقي لله. وهذا في هذا وهذا كل شيء في الكون هكذا القاعدة فيه. الأسباب الظاهرة غير مؤثرة، الفعل لله سبحانه وتعالى، الفعل المؤثر لله، وهذا في كل شيء. فلماذا تدخل قضية الأحياء وقضية الأموات وقضية يقدر وقضية لا يقدر؟ إذا كل شيء في هذا الكون هو بفعل الله على الحقيقة، وما تراه كلها أسباب هذه لا تؤثر في الموضوع. فلماذا تفرق بين هذا وذاك؟ هلا ممكن تقول لي ما هو لم يرد انه طلب الطلب من الاحياء، ورد انه الطلب من لم يرد في الشرع انه نطلب هذه الامور الخارقه من الاحياء العاديين من البشر العاديين، لكن ولا من الاموات، ولا انما ورد انه طلبها من الانبياء وهي تكون معجزات، ولم يرد انه تطلب من الاموات ايضا. ممكن نتناقش في هذا انه ورد ام لم يرد. أما فورا تقول هذا الشرك، من أين تزعم أنه الشرك؟ كيف يكون الشرك، كيف يكون الشرك في الموضوع؟ ما هو كيف يكون الشرك؟ الشرك على كلامك أنه هو إما توحيد ألوهية أو توحيد ربوبية، وهذا الذي يدعو الأموات. نحن نفترض سلفا أنه مسلم يقول لا إله إلا الله ولا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، تقول لي ما هو مجرد ما طلب منه معنى تألهه، معنى تعبده، وبالتالي أشرك. الدليل أنك تقيس دليلك أنه تقيسه على مشركي العرب، وهؤلاء مشركو العرب، قياس هذا القياس مع الفارق، لأنه هؤلاء كانوا يدعون في الأصنام أنها آلهة وأنها أرباب على قولنا. تمام، أنت لا تقول أنهم كانوا يدعون أرباب، لكن كانوا يدعون أنها آلهة أم لا؟ هذا بحد ذاته مكفر، سواء عبدوها أو لم يعبدوها. وإذا لم تقل أنه مجرد قولهم آلهة هذا غير مكفر، إذن فتحت الشرك على شركة